السلام والله عليكم. كما كتشوفوا معايا الاخوان، الطلبه مني احد المتتبعين مشروع تربيه الابقار. كما كتشوفوا معايا راني زدت شريت بقره اخرى. ان شاء الله غادي نتحدث عن ثمن هذه البقره حاليا. صراحه انا نتحدث على واحد الشيء قبل ما ننساه، هو حاليا الابقار بالمغرب بالنسبه لابقار الحلوب، صراحه الثمن ديالها راه منخفض جدا جدا مقارنه مع السنوات الماضيه. صراحة حاليا الأبقار بالنسبة لأبقار الحلوب راه الثمن ديالها منخفض جدا. كما كتشوفوا معايا هذه هي البقرة التي زدت اشتريتها. كما كتشوفوا معايا صراحة من بقرة جيدة خرجت لي، صراحة تقريبا بالنسبة لكمية الحليب كتعطيني تقريبا واحد 16 لتر في اليوم، مع المساء والصباح كتعطيني واحد 16 لتر. إن شاء الله سوف نتحدث عن هذا المشروع، لماذا العديد من الأشخاص كيفشلوا في هذا المشروع. صراحة راه مشروع تربية الأبقار ما كيطلبش واحد التكاليف، راه عندك بعض الخطوات من أجل الإنجاح، من أجل مدخول قاري أو مدخول يومي أو شهري. راه عندك خطوات بسيطة بالنسبة للإنسان اللي باغي يدخل في هذا المشروع وما عندوش هذيك الإمكانيات باش يبني كوري، والعديد من الأشياء اللي كتخليك تفشل. صراحة راه يمكن لك تبدا بأبسط الطرق ومن ثم وغادي كتزيد تكبر المشروع ديالك. كما كتشوفوا انا بديت ببقره واحده ومن ثم اشتريت بقره ثانيه، وانا غادي ان شاء الله احاول، ان شاء الله سوف احاول الوصول الى 4 ابقار ان شاء الله بحول الله. لما لا، كما كتشوفوا معايا ديال البقره الثانيه بعد ما اشتريت البقره الاولى، لقد نشرت حلقه حول هذا الموضوع. ان شاء الله سوف نتحدث عن مشروع تربيه الابقار، لماذا الانسان يفشل فيه ولماذا وكيفاش غادي دير باش تنجح فيه. عندك خطوات بسيطة جدا ما كتطلبش الكثير. بالنسبة للأبقار، أول شيء بالنسبة للمشروع تربية الأبقار، فحاول بالنسبة للأكل، الأكل أنا أتحدث عن الأكل بالنسبة للأبقار، فحاول وتقريبا واحد 80% يكون من عندك من المصدر ديالك بدون شراء الأعلاف أو الأتبان، لأن ذلك التكلفة ديالها راه الخطأ الأول اللي كيطيح فيه الإنسان هو كيمشي يشري الأعلاف، كيمشي يشري العديد من الأشياء، فهذه ما كتخليكش تربح فيه بزاف. وبالنسبة لأثمنة الأبقار، علاش كتمشي تشري البقرة بجوج مليون، بجوج مليون ونص، ثلاثة؟ بزاف، راه بقرة غادا تعطيك 30 يطر. وكذلك بأن الأبقار اللي كتجيبها حتى بجوج مليون ونص، كنا نتحدث عن المغرب، فراه كتجيبها من بلجيكا أو من هولندا. فبقرة ديال بلجيكا وهولندا عندهم واحد التربية أو واحد المناخ متعودين عليه، عكس في المغرب ارتفاع درجات الحراره وما كتناسش مع الاكل اللي كيعطوها هي تقريبا في بلجيكا مختلف جدا. وكما كتعرفوا ان المناخ ديال اوروبا عكس افريقيا، فهذا كيسبب العديد من الاضرار. البقره كتصبح مريضه وما غاديش تعطيك هذيك 30 يطر او 40 يطر، ولا غادا تنقص. بالتجريب حاول تشري ابقار محليه من الاسواق. انا انصحك بشراء ابقار محليه من الاسواق كما كندير انا. سير الاسواق حاليا، انصحك باستغلال الفرصه حاليا في ابقار الحلوب بالمغرب في الاسواق او في الرحبات كما يطلق عليهم. راه الثمن ديالهم رخيص، ماشي رخيص، تقريبا راه النص بالنص كما كيقولوا. راه البقره ديال المليون ولات كدير 160 140، بقره ديال المليون ونص ولات كدير مليون. بالنسبه لابقار ديال الحلوب حاليا، لماذا الثمن ديالهم منخفض؟ لان العيد الاضحى على الابواب، لان ابقار ديال السمنه فهي المرتفعه في الثمن، لان الانسان دابا كيمشي كيشري غير الابقار اللي كيعيد بالعيد، بالنسبه للعيد ديالو كيبغي يعيد بالابقار ديال السمنه. لهذا في ابقار الحلوب حاليا الثمن ديالهم منخفض. كما كتشوفوا معايا هذه البقره اللي شريتها، انا شريتها ب 8000 درهم، فهي الثمن ديالها ان شاء الله تقريبا في شهر 12 او في شهر 1 راه اللي مشيتي تبيعها، غنبيعها تقريبا واحد النص بالنص بيعها بالثمن ديالها. لهذا انا اشتريت هذه البقره، فحاول تشريها بنفسك بعيد على السماسريه. حاول الى مشيتي السوق حاول تشري راسك، راه تقدر تشري 160 140 كما البقره الاخرى اللي معاها في هذا الفيديو. كما كتصوروا معايا خديتها 150000 وهذه خديتها 8000 درهم، راه الثمن صراحه كون جيتي في السنوات الماضيه راه ما غاديش تاخذهم بهذا الثمن، راه خصك مليون و 40 مليون و 60 حتى مليون ونص الا بغيتي تشري مثل هذه الابقار. فحاول تشري ابقار محليه افضل.
كذلك سوف نتحدث عن الأكل، فحاول بالنسبة لي أن الأكل كان يكون مصدر دياله من عندي، أي أقوم بزرع الفصة أو الذرة أو شي حاجة يمكن لك تزرعها لنفسك. إذا ما كانش عندك حاول تكري أرض، غادي تاني أصلا تستفيد منها. فقط تجنب شراء الأعلاف لأن الثمن ديالهم كيكون مرتفع وما غاديش تربح فيه، راه ما غاديش يبقى لك شي حاجه. كما كتشوفوا معايا انا هاد الابقار كيخليو لي تقريبا 16 لتر الواحده في اليوم، فعلى حسبناها غادي تعطينا 32 لتر في النهار. الا ضربناها حاليا الاثمنه ديال الحليب بالنسبه للتعاونيات في المغرب فراه تقريبا 3 دراهم ونص، حوالي 70 ريال. 70 ريال كما 3 دراهم ونص، فلا ضربنا 32 لتر في 3 دراهم ونص راه غادي تعطينا 112 درهم في النهار. 112 درهم تقريبا. الى حاولت نحسبوا ان شاء الله 4 ابقار 16 لتر الواحد راه غادي تعطينا 64 لتر. اذا ضربناها في ثمن 64 لتر في اليوم، والا ضربناها في 3 دراهم و50 راه غادي تعطينا 224 درهم 224 درهم في اليوم، والا ضربناها في الشهر 224 درهم غادي تعطينا 6720 درهم الدخل الشهري. لهذا فأنا أنصحك عند زراعة عند تربية الأبقار، فحاول يكون مصدر الأكل يكون من عندك تقريبا 60% أو 50% يكون من عندك، حتى لو شريتي أعلاف شي حاجة تشري شي حاجة قليلة. لهذا الإنسان كيفشل كيمشي ياخد أبقار بجوج المليون ونص، كيمشي صايب الكوري كيطيح عليه واحد 10، الأدوية السماسرية من هنا وشحال من حاجة حتى كتبقى في المشاكل. بقرة إن شاء الله راه غادي تزيد القدام، حاول توصل لعشرة الأبقار راه غادي يكون واحد الدخل جيد. وكذلك مصدر الحليب في المغرب راه يمكن لك تبيعه في التعاونيات، أن بالنسبة للتسويق كاينش واحد المشكل بالنسبة لي أنا كنبيعه في التعاونيات قريبة ليا. لهذا في مصدر البيع ما يكونش عندك واحد المشكلة، عندك واحد الضمان في البيع ديالو. 3.5 دراهم لتر شيء ممتاز، وكيوصل تقريبا الاعياد رمضان او الاعياد فالثمن ديالو كيرتفع. لهذا انا اردت اعطيك نبدا او فكره عن مشروع تربيه الابقار، فصراحه اللي بغيتي تنجح فيه حاول تاخذ من داكشي اللي عندك. بالنسبه للكوري يكون بسيط ما يكونش حاجه كبيره، بالنسبه للاكل يكون بسيط كذلك، بالنسبه لشراء الابقار يكون الثمن ديالها محلي، تشري داك الابقار المرتفعه الثمن. هذه حلقة فقط بسيطة حول تربية الأبقار بالنسبة للحالوب، علاش كيفشل لك هذا المشروع راه ماشي من المشروع منك انت. ان شاء الله مازال حلقات قادمة. الى بغيتو تعرفوا شي حاجة عن تربية الأبقار بالنسبة للحالوب خليو لي في التعليق، غادي نزيد حلقات مفسرة جيدا كيفاش تنجح في هذا المشروع، كيفاش دير تشري، كيفاش دير بالنسبة للأكل ديالهم. الى بغيتي تشري الأرض او شي حاجة خليو لي في التعليق غادي نجاوبكم عليه. هذه فقط نبدأ المشروع تربية الأبقار. بالنسبة للإنسان هذا المشروع راه ما غاديش يشد لك واحد الوقت، راه تشد شي أنشطة أخرى، هذا أمر جميل تعطيهم في الصباح في الظهر في المساء وتمشي تقضي الأنشطة ديالك. يمكن نساء أو رجال أو شباب يكونوا مقيمو بهذا المشروع، ما كيطلبش واحد الصعوبة. حاول توصل واحد 10 أبقار غادي يكون عندك واحد المدخول جيدا. حاول تبدا غير بوحدة أول حاجة وتبدا بالثانية وأنت غادي، راه أمر جيد.